خدنا بيه والنبي اسمعني بس يا باشا. ايه خليك انا مره فاتت ببص عمل ايه؟ اه يا تروخره ايوه اضربك انت عايز تاكل عمال في البيت لو انت عايز امراض لك واسكت. اه بتبقى امراض له حضرتك. مين بقى اللي بيتقلص؟ يبقى اتجوزها. يا لهوي يا لهوي يا لهوي واقف التصوير يعني. وهي لما تقول لي بتتأمرضي بس بس انا ممثل غصب عن عينك وراجل محترم. ده كمان ورك 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 هتيجوا تاخدوا الحاجات دي ولا اقطعها؟ يا عم انا بكلم كل الناس كده بس ما ينفعش اللي بيحصل ده. انا ما بقفش في صفه اقسم بالله هضايقك. ادري يقف معانا ترد عليا يا عم حناه. وانت بقى اشتم البرنامج ولا اشتم مين ولا اشتم مين؟ انا مش عارف اشتغل يا عم انت. الله يعينكم ما اتصلحتوا. اهلا وسهلا بيكم في حلهم بينهم الصلح خير. النهارده ضيفتنا جميله جدا ان شاء الله هنخليها تشد في شعرها، كارولين خليل. تعالوا نشوف. ستوب ستوب. مين اللي قال لحضرتك تقفي مكان ما كنتي واقفه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1. مساء الخير. احنا النهارده في برنامج الصلح خير، وعلى قد ما انا فاهمه يعني انه في كذا طرف فيهم بينهم مشكله او نزاع على حاجه هنكتشفه سوا مع بعض، والمفروض بقى رمضان كريم ونحاول اصلح بينهم. ايه مش فاهمه حاجه دي؟ على قد ما انا فاهمه ما ينفعش، دي مقدمه برنامج كبير اسمه الصلح خير، فنبدا على طول لو سمحتي من غير. على حسب ما انا فاهمه. بعد اذنك لو سمحت ما تقولي يعني اكتبوا الـ الكلمتين بتوع عاوزين يقدم ايه بالظبط، وانا اقولها لك من غير اي لجلجلجلج ولا اي حاجه يعني. عملوا لك مظبوط جدا. ايه رايك حضرتك؟ خلاص خلاص. فيا اما تديني سكريبت وتقولي كاركتر اقدم بيها. خلاص 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 خلاص. اقعدي على الكرسي وانا هقدم لك الضيوف على طول. هايل. دي فرحانه، دي مش عارفه حاجه. خليها قاعده شويه بقى كده لما نشوف اخرها. يا جماعه انتوا بجد يعني جايبين لي واحده ما بتفهمش. يلا دخلوا لها الضيوف وخلونا نخلص. لا 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 امي بس معلش. اه لا امي عشان انا هقعد هنا. يعني ايه؟ يلا يلا يا حاجه امي عشان انا هقعد هنا. يلا المزلت حبي تقعدي. لا مرسي انا هقعد هنا. مشي الست البلدي دي تقعديها قدام الديسك هناك ده. تعالي معايا نقعد هناك. طب وليه يعني اشمعنى انا؟ هي دي بنتك؟ لا. امال ايه؟ مراته التانية. يلا حلو كده سيبيها بقى وجري على الكرسي مكانك. يلا يلا نبدا الحلقه لو سمحتي. اهلا وسهلا بيكم في برنامج الصلح خير. اهلا وسهلا بيكم في برنامج الصلح خير. نزلي رجلك. اهلا بيك يا فندم. ونزلي رجلك. اهلا بحضرتك. ما تعرفتش عليكم. يا استاذه كارولين. استاذ عادل محمد. اه انت مش عايزه تردي عليا؟ طيب ماشي حاضر. منار. اهلا بيك يا منار. سيد. استاذة كارولين ممكن ننزل رجلينا لو سمحتي؟ مكان من الاول، مكان من الاول هنا بيني وبينك. اهلا بيك يا استاذ عادل. ازيك يا منار؟ ازيك يا اخت سيدة؟ قولي بقى بالتفاصيل وعلى الاقل من مهلكم، ومش احنا مش مستعجلين خالص. ايه الحكايه؟ احكي لك انا. طيب اتفضل يا فندم. دلوقتي انا متجوز دي بقى لي 25 سنه، مش مخليها محتاجه حاجه. اتجوزت الثانيه فانا مبسوط بيها صراحه، وهي اصلا من عنيشاني مش مخليها محتاجه اي حاجه، وانا مش عاوز اطلقها عشان انا اصلا معيش الفلوس اصلا ان انا اطلقها دلوقتي. مش عارف اعمل ايه دلوقتي، وانا اصلا بحبها وعاوزها. ماشي منار قولي يا حبيبتي. انا عايزه اطلق، يديني المؤخر وانا هطلق.
مش عايزه اي مشاكل. ماشي، هو دلوقتي مش معاه المؤخر. لا هو معاه المؤخر. هي اول ما اتجوزته كان على قلبه فلوس قد كده، خليته دلوقتي مش عارف حتى يديها الفلوس بتاعت الطلاق بتاعتها. يعني لو معاك المؤخر هتطلقها ويبقوا هما الاثنين مبسوطين؟ انا دلوقتي انا مش عاوز اطلقها، دي فرفشتني ونعنشتني، مخلاني مش محتاج اي حاجه. دي كانت جميله، دي مخلاني بصي جميله ايه، الله اكبر عليها، مش مخلاني محتاج اي حاجه صدقيني والله العظيم. حضرتك شايفه انا متجوزه ايه؟ انا عايزه اتطلق، انا عايزه حد من سني، مش عايزه اتجوز ارجوز. انا خلاص انا خدت اللي انا عايزاه، انا مش عايزاه خلاص. هو يعني كان شكله حاجه مختلفه، كان حد تاني لما جيت اتجوزت؟ لا انا كنت عايزه حاجه وخلاص خلصت. طلق بقى واخد حد عايز من سني. انا بحبك برضه ومش هسيبك. شايفه يرضيكي كده؟ طب انا دلوقتي عاوزه اعرف، يعني انت شايفه وساكته؟ طيب انا دلوقتي بس عاوزه اعرف، انت ايه بس يا استاذ؟ انت دلوقتي عاوزاه يطلق، هو مش عاوز يطلقها. خلي منار على جنب دلوقتي عشان منار يعني اهدافها واضحه جدا، هو مش عاوز يطلقها. يعني ايه خليها على جنب؟ ما هي اللي قعدت تامرز أيوة. له يا استاذه وخليته عملت فيه كده. امرز له يعني عكسته يعني ولا سحرت له ولا قصدك ايه؟ بصي يا ست سيده، هو يا اما هترضي بالامر الواقع ان دول متجوزين، اتجوز عليكي وبان حتى لو سابها هيدور على واحده ثانيه تنعنشه، يعني هو خلاص دماغه بقت كده. فانت يا اما تسيبيه يا اما ما تدخليش بينهم. انت جايه معاه؟ لا انا مش جايه معاه. انا جايه واقعه في عرضك تيجي معاه ليه كده يا استاذه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا شيخه. انت جايه معاه؟ انا طيب هو يا استاذ تبغي ولا جايه تبوظي ولا جايه تعملي ايه بالظبط؟ لا انا مش جايه، انا بقى عايزه افهم. اتفضلي. انا عايزه افهم. بصي بقى انا قعدت لك اهو وتفهميني دلوقتي حالا، انتوا بقى جايبيننا ينهات عشان تعملوا فينا ايه؟ انا فاهمه انك عندك مشكله حقيقيه، وفاهمه انك مزرجنه انه الاستاذ عادل يرجع لك، صح؟ اه. وطلق منار، هي اللي عايزه تطلق، هو مش راضي. ما هو مش راضي عشان خدت فلوسه كلها. ما هو وصراحه فهمتي. طب انا هعمل ايه؟ انا اسفه، انا ما اقدرش اعمل اي حاجه. انا ما كنتش اعرف، كنت فاكره الموضوع ابسط من كده ومشاكل من العاديه، اختين بيتخانقوا ما بيحبوش يسلفوا بعض، مش عارفه. عارفه الحاجات الخفيفه دي، الحاجات الكبيره دي بصراحه انا ماليش دعوه بيها. لا ليكي، لا ليكي دعوه يا بيها يا استاذ. مش هرد عليكي، مش جرجيري. حضرتك دلوقتي قلت من فتره كده من بتاع تلت ساعه ان انا ما فهمش حاجه خالص خالص، وانت عندك حق، انت جايب الشخص الغلط. ام سوري بقى. صحيح انا مش هعمل صحيح. ما انتوا عايشين في براد عاليه. صح صح. لا ليكي حق، ليكي حق. ما اصل انت 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 ما تقدريش تعملي حاجه غير ان انت تقعدي تتسهوكي بس، هو ده اللي انتوا بتعرفوا تعملوه. خليكي كده قعدي تسهوكي للصبح. شكلنا هنبقى ثلاثه يا بيت. حاسه كده والله. حاسه ايه يا فندم؟ ان احنا هنبقى ثلاثه. مدام انتي شاطره كده وقروبه يعني كده ها، ما حددتيش مثلا حق تطليق نفسي في العقد ليه مثلا؟ مدام يعني خلاص، مش خلاص. مدام يعني انا عايزه، هو مش راضي، هو مش قادر يعيش من غيري، مش قادر. انا بضربه على ايده ما بضربوش على ايده، انا عايزه حقي وهو يمشي. معهوش فلوس، قال لك فلس. وبعدين يعني لما انتي بقى معهوش بتحميله دلوقتي بتتكلمي كده، عاجبك اتفضلي. الموضوع بسيط قوي. يا ريت يا ريت يا ريت، انا عينيا ليكوا انتوا الثلاثه. ده انا كده فهمت الفوله بقى، انت عماله تتدلعي وتتقرمزي وتتسهوكي على الراجل، والتانيه عايزه تاخد الفلوس، وانا خلاص يترمي عليا ويتردم عليا، مش كده برضو ولا ايه؟ مش لو سمحتي بعد اذنك. اشمعنى انا يعني؟ ممكن تهدي؟ هو انا يعني عشان الغلبانه اللي فيكوا؟ هو انا يعني عشان خاطر الست العجوزه اللي فيكوا؟ طب ما تعيطيش،
ما تعيطيش خلاص ما تعيطيش واهدي شوي اهدي شوي. حاضر حاضر. ممكن تروح تقعدي مكانك؟ اتفضلي. يعني انت راضيكي كده؟ راضيكي؟ يا لهوي يا لهوي. ممكن بعد اذنك ما تزعقيش؟ يا لهوي هتفيدك بايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي هتفيدك بايه؟ اهدي شويه اهدي شويه. الله لا الراجل يتخنق ويطلعك انت وتبقى هي العزيمات. اهدي شويه خليكي عقله خليكي عقله واهدي شويه. حسبي الله ونعم الوكيل. انا ماليش دعوه بالقصه دي. انا اسفه صح. انا اسفه انا ما كنتش اعرف الموقف اللي عامل كده. مالا الغلبانه يا حبيبتي؟ ما حدش زعلها بتزعلها ليه؟ ما بوظيش اعصابها. ما لا ما دي حبيبتي برضو. دي حبيبتي وانا عينيا ليكي. ما تتعبهاش مش عايزك تتعبيها. انا عينيا ليكي ده حبايبي. بص يا استاذ بص يا أوه. استاذ عادل انا عينيا ليكي. الله يخليك ما تتكلمش معايا خالص حبيبه قلبي. اقعد اقعد عينيا ليكي. اقعد انا ما تكلمنيش خلاص. عينيا ليكي بلفتيه خليتيه خلاص ريل. والله عينيا ليكي بلفتيه. حبيبتي هو بيريل على روحه. انا ماليش دعوه خالص. انا ما خليش حد يريل. يعني مش كفايه مش كفايه عليا نصيبه واحده بلفتيه؟ عايزه تاخديه انت كمان؟ ممكن بعد اذنك تهدي شويه. اهدى ايه؟ ايه هو الهدوء في كده يا ستي؟ انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه. انا جيت هنا غلط. انا جيت هنا غلط. انا جيت هنا غلط. ما انت عماله تتمرزيله. انت عملتي زي الموقوصه دي. معلش حقك عليا. جيل عاوز قصف رقبته. وانا بقى هتعمل ايه؟ الحق ده بقى ان شاء الله. انا متجوزه وعندي ست عيال. هم قالوا لي ان الحل عندك انت مش عندهم هم. لا انا ممثله بمثل. بتضحك عليك. هم المفروض يقولوا لي الحل في ودني. بصي وما انا قايله الحل بقى. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا شيخه. في ايه؟ شريف في ايه؟ ازاي عامل ايه؟ ازاي؟ في ايه المشكلة؟ ما رأ... انت جاي هنا تعمل ايه؟ انا جاي اعمل برنامج. ما تعملوش. ليه؟ لا لا صح فاهمك افهمك. ما تعملوش. انا دلوقتي انت دخلت منين؟ الباب اللي انا دخلت منه مقفول. لا انا في دخلوني من الباب ده. طب انت... تعالى نخرج بره. طب افهم بس. ما تعملش البرنامج ده. ليه؟ مبدئيا في مخرج مجنون. اسم جرجير درديري بس هو جرجير مبدئي. انا عاوز اخرج من هنا. الشتري حر جدا. طيب انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. الاستاذ درديري الاستاذ درديري اللي انت ما تعملش معاه البرنامج ده اساسا. بيجيبوا ناس حقيقيه. بيجيبوا ناس حقيقيه عندها مشاكل حقيقيه من النوع الكبير. المشاكل اللي محتاجين مختصين عشان يحل. يعني فاهم قصدي؟ ويعملوا يعني يعني بقى توك شو بقى. يعني بيعبوا علب. حاجة مقرفة بصراحة. ونادي مضحوك عليها. وبعدين مش طبيعي بيجيبوا لك ما اعرفش بقى. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انا الاستاذ درديري. هلا عادي خلاص. دي ما هو انا اللي انا كنت بكلمك فيها. دي خيضة دلوقتي ملهاش اي لازمة عشان احنا دلوقتي في حلهم بينهم الصلح خير. ودي مش قضية ولا اي حاجة. ودول ناس ممثلين معانا. خلاص خلاص خلاص. انا انت عارف انا ما بحبش. حلهم بينهم الصلح خير. حلهم بينهم الصلح خير. كده لطيف. من شوية لا يعني انا قلت بيجيبوا ناس ما معرفش في حاجة في دماغهم مش مظبوطة. هخرج من هنا. باي 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 باي. انا كنت جاي اعمل برنامج الصبح الخير. طلع حلهم بينهم. والنبي والنبي ابوس على ايدك. ابوس على ايدك. حل لي المشكلة. ابوس على ايدك عشان خاطري. عشان والله ما اقدر. بصي
في ناس عماله تكلمني في ودني بتوع البرنامج اللي سابونا يعني ومشوا من شويه دول. اه بقول له هو انا والله فاكراكي بتقولي لا انا يا لا لا ما عملتلكيش حاجه يا استاذ. طيب انا دلوقتي مش ما انا اسفه انا ما اقدرش اعمل الحلقه دي وانا وحضرتك تقولي ايه الجهه المنتجه او المنتج وانا هتكلم معاه واشوف اي غرامات انا تحت امركم. يا استاذ زرديري حضرتك يعني كنت معايا كلمه بكلمه ونفس بنفس بلجلجايه بلجلجايه رحت فين دلوقتي؟